تن سريع ومستقر، اكتشفوا ديو اللامحدود، عرض حصري لموريتيل. الهاتف الثابت والأدهسل في عرض واحد. استفيدوا من الهاتف الثابت مجانا لمكالماتكم نحو جميع الهواتف الثابتة لموريتيل، ومن خيارات عديدة لسرعات الربط بالأدهسل، انطلاقا من 512 كيلو إلى أعلى سرعة تصل إلى 12 ميجا. للمنزل أو للمكتب، ديو اللامحدود بسعر استثنائي ابتداء من 4490 أوجيا للشهر. موريتيل، عالم جديد بين يديك. استفيدوا خلال هذا الويكند من زيادة انترنت خوشي بلس لموريتيل، زيادة 100% على باس انترنت وجوال نت من الجمعة إلى الأحد منتصف الليل. بتعبئتكم 500 أوجيا استفيدوا من يومين من الانترنت، وبتعبئتكم 1000 أوجيا استفيدوا من 4 أيام من الانترنت، وبتعبئتكم 3000 أوجيا استفيدوا من 15 يوم من الانترنت. وأخيراً، عند تعبئتكم 10,000 أوبيا خلال هذا الويكند، موريتيل تمنحكم شهرين من الإنترنت اللامحدود 3G بلس. موريتيل، عالم جديد بين يديك. طيب الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، من استديوهات قناة الوطنية نحييكم ونقدم لكم مسائيتنا الإخبارية مستهلة بأبرز العناوين. ورشات الحوار الوطني تتواصل، والحزب الحاكم يقدم وثيقة جديدة. الناطق باسم الحكومة يقول بأن الحوار ما زال مفتوحا أمام الراغبين في الالتحاق به وطرح مقترحاتهم. عدد من أعضاء ميثاق حقوق الأحرطين يقرر الدخول في الحوار ويطالب بتمديد فترته الزمنية. الوقفات الاحتجاجية تتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة بين المطالبة بالتشغيل وإعادة النظر في طرق الاكتتاب. اختتام القوافل التحسيسية حول خطورة المواد العضوية الثابتة، والمشرفون يشيدون بدور القوافل. وفي مسائيتنا تتابعون أيضا، انتشار القمامة في الأزقة والطرق، شبح يؤرق سكان مقاطعة تركيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حضراتكم تفاصيل مسائيتنا الإخبارية. أوردت مصادر إعلامية أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أصدر وثيقة جديدة قدمها للمشاركين في جلسات الحوار الوطني الشامل، تضمنت مقترحات بتغيير عدد من مواد الدستور، من بينها السماح لرئيس الجمهورية بالاعتراض على تعديلات الجمعية الوطنية لمشاريع القوانين حسب ما جاء في الوثيقة. واقترحت الوثيقة الصادرة عن الحزب الحاكم منح الرئيس حصانة واسعة
بحيث لا يمكن استدعاؤه أمام أي سلطة قضائية أو إدارية طيلة تأديته لمهامه وتحصينه أثناء تأديته لمهامه الرئاسية، بما يضمن له قوة مركزه وأدائه. كما تضمنت الوثيقة حسب المصادر منح الرئيس حق إقرار الميزانية تلقائيا عن طريق أمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة، وذلك في حال تأخر إقرارها من قبل الجمعية الوطنية حسب تعبير وثيقة الحزب الحاكم. وفي سياق أخبار الحوار، دائما قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولي الشيخ إن الحوار السياسي يسير بوتيرة طبيعية، وإنه طرحت فيه العديد من القضايا ذات الاهتمام. وفي رده على سؤال حول طرح قضية تعديل الدستور والمأمورية الثالثة، أوضح ولي الشيخ أن هناك من المشاركين من طرح من القضايا ما هو أولى بالرفض والممانعة بدل الرد على قضية التعديل الدستوري والمأمورية الثالثة التي دعا لها بعض المحاورين، مؤكدا أن الحوار ما زال مفتوحا أمام الجميع للالتحاق به وطرح كل مقترحاتهم حسب تعبير الوزير. ما في سقف للمشاركين فيه، ولذلك سمي أنه الحوار الوطني الشامل قد أي حد يلتحق به ما حد ما فاته، وقد حد يطرح فيه الله يطرح، وانطرحت فيه ياسر من الأمور، حتى نطرح فيه البعض تقسيم موريتاني ويوسر من المحاذير اللي انطرحت فيه. ولذلك قضية طرح فيه المأمورية المأمورية فتح المأموريات، وكذلك طرح أيضا ربع سن الترشح، هذه ظاهر انها من المواضيع اللي ما يضلتنا نتمقرشوا منها ولا يضلتنا ننزعشوا منها حتى، لان نحن اللي بعد قاع ما قد طبقناها هي طارية علينا. وللولوج الى حيثية هذا الموضوع بشيء من التفصيل، معنا هنا في الاستديو السيد محمد علي ولم بخوخة، وهو نائب رئيس حزب الأصالة احد الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني الشامل في العاصمة نواكشوط. اذا اهلا وسهلا بكم. بداية دعني أسألك وأنتم من المشاركين في الحوار الوطني الشامل عن المرحلة التي وصل إليها حتى الآن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالبداية نختار نشكر قناة الوطنية والمشرفين عليها ونشكركم شخصيا على الاستضافة. بما يخص الحوار الوطني، نختار نقول عن عاقب انطلاق ورشات الحوار الوطني بإشراف رئيس الجمهورية عن ابتداء الحوار الجدي، وقسم شور عدة ورشات مواضيع وقسمت شور عدة ورشات وعن أكثرية الطيف السياسي في موريتان عن مجمع اليوم في قصر المؤتمرات، وكله يقول رأيه بكل حرية ما ذم خطوط حمراء، وكل حد اللجان المشرفة على الحوار ما هي دائرة خطوط حمراء قدام حد. مثلا جميع الطيف السياسي المجتمع المدني إلى أحزاب السياسية يطرحوا آراء بكل حرية في قصر المؤتمرات واللجنة تنظر بعين الاعتبار، والحوار يجري لحد الساعة الظروف جيدة. ما يتعلق بتقسيم الورشات، يعني هناك عدة ورشات، منها ورشة الورشة المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والورشة السياسية، بالإضافة إلى أيضا الورشة المعنية بالوحدة الوطنية والقضايا. دعني أسألك هنا في قضية الورشة المتعلقة أساسا بالوحدة الوطنية، عديد العوائق تطرح الآن لموريتانيا تحديدا في هذا المجال، من ناحية مشاكل المتعلقة بالرق، من ناحية أيضا ملف الإرث الإنساني. كيف كان النقاش حول هذه القضايا الرئيسية؟ والله أنا هذه الورشة ركزت عليها في مشاركتي في الحوار، وشفت ياسر من الموريتانيين يطالب بحقوق الشرائح الموريتانية، فهم بعض النشطاء الاحرطين يطالب بحقوق الاحرطين، وفهم بعض النشطاء الكوار يطالب بحقوق الكوار. نختار جميع المشاركين يعودوا يطالبوا يسمعوا شوي عن هذه التفرقه ويطالبوا كاملين بحقوق المواطن الموريتاني. به اللي هذو الكوار وهذو الاحرطين وهذو المعلمين والبيضان مواطنين موريتانيين. معناها عندنا نختار ونسمع، وفهم طرح جيد في هذا الاتجاه، ونسمع بشور الوحدة المؤسسة لهذا الشعب الموريتاني اللي هو المواطن، بين المواطن الفقير كوري وحرطاني وبيضاني ومعلم، إنين نتجه كاملين لمصلحة المواطن ونقلوا عن هذه التفرقة ونسمع شور المواطن ونحسن من عقلياتنا ونحسن من مستوى المواطن التعليمي دور توفى هذه التفرقة. هذا راني ماني قايل عن شريحة الكوار والحراطين والبيضان،
عن ذاك التنوع عن مقدار ما نضع هذا إثراء ثقافي الموريتان. جميل. رياضة الدولة تسمع عن نظرة المواطن بنظرته كحرطاني وكسوري كمعلم، خرصه كمواطن، خرصه كامل كمواطن. جميل، إذا أشكرك جزيل الشكر السيد محمد علي المبخوخة نائب رئيس حزب الأصالة المشارك في الحوار الوطني، شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة والحضور معنا هنا في هذه المسائية الإخبارية. تتوالى أيام الحوار الوطني الشامل مثقلة بهموم أمة تتطلع إلى غد مشرق ينبلج صبحه والبلاد على السكة الصحيحة، لكن هذا الأمل يظل مرتبطا بما سينتج عنه حوار غاب عنه طيف سياسي وازن. الزميل عبد الله الزبير يستنطق مسار الحوار التشاوري من خلال هذا التقرير. هي أيام الحوار لا تختلف كثيرا في مشهدها العام وحضورها الموصوف من طرف المتحاورين بالكبير ومن طرف المقاطعين بالهزيل، روتين في النقاش والمساجلات، وكأن كل يوم هو استنساخ لليوم الذي قبله والذي سيأتي بعده، لكن هذا الروتين المشاهد من طرف المراقب الخارجي يخفي في ثناياه حسب المتحاورين نقاشا بناء وحوارا هادفا ومسؤولا وتربة خصبة لطرح القضايا الوطنية دون محظور أو مسكوت عنه. تكلمنا أساسا بمجالس الجهوية، ينبغي أن تكون مجالس الجهوية موحدة لجميع قريبة من المواطنين، قريبة من المواطنين لتسريع القرارات وتنفيذ القوانين بشكل سريع، يعني تقدم العجلة التنمية إلى الأمام. وشكرا. أيدنا الحوار وماشيين معاه في السراء والضراء، مطالبين من شعب الموريتان شرقا وغربا يتوجه للحوار لأنه هو مصدر الحق. الفاتو ما شاء الله ماشي زين، وكلها ماشي يعبر عن أرايه وكلها طرح اقتراحه وماشي فيها على ماشي على كل حال مضبوط. المتحاورون بقص المؤتمرات من معارضة وأغلبية لا يجدون قضاضة من التحاق المقاطعين بركب الحوار ولو بعد حين، وفي انتظار التحاق المقاطعين بالمشاركين يمضي الحوار كما خطط له أصلا. يتكلم عن الشعب الموريتاني المهمشين منه والمشردين والمغصيين والجهلة منه، أن هذا يرقع ويندار في مكان يليق بهم، هذا هو اللي عارف الوحدة الوطنية. نعرف الناس بأنه ذي من الناس كاملين يشافهم يدور الأولاء ولا يتم شوية يلقل في الصواب، ويبدو لي بعد منه مهم منه قاعد وخلق هم منه خلقهم هم اللي بين الناس كاملة تتكلم دائما تدعي الناس اللي ما جاتوا منك بين الله تجي وبينهم اللي لا يعرفين كانت الله تعود مهمة عندها ذا. المعارضة ما اللي عن فيه الأشخاص اللي فيها حرص على موريتانيا من احنا باللي ذا اللي طالبوا بيها اللي نقدروا احنا طالبنا بيه هون باللي احنا ندور الشفافيه وندور النزاهه في الانتخابات وعود كل رقاش يقد صوته يوصل، وبالتالي مثلنا المعارضه من حيث لا تدري. يبقى السؤال المطروح من طرف الشارع، متى يلتحق المقاطعون بالمتحاورين؟ وهل سيكون هذا الالتحاق من خلال التفكيك ام عن طريق القناعه بمبدا الحوار الوطني الشامل دون ممهدات او توقيعات؟ عبد الله الزبير، قناه الوطنيه. ومعنا للتعليق على جديد أخبار ورشات الحوار محمد والعبيد الأحمر رميضين عمدة بلدية السدود، وهو أحد شخصيات المشاركة في الحوار الوطني تحديدا في ورشة الإصلاحات الدستورية. إذن أهلا وسهلا بكم معنا. شكرا. إذن ورشة الإصلاحات الدستورية هي إحدى الورشات التي كثر الحديث عنها وعن تجاذباتها وأخذت حيزا كبيرا من اهتمام الشارع الموريتاني، خاصة فيما يتعلق ببعض الخرجات التي امتازت بها هذه الورشة عن بقية الورشات. دعني أسألك بداية عن سقف المطالب في تغيير الدستور، إلى أين وصلت في هذه الورشة تحديدا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. أنا بدوري نشكر قناة الوطنية على الاستضافة، شكرا بصفة خاصة على التقديم، ونختار نقول عني أو بالمناسبة نهنى الشعب الموريتاني على الحوار الوطني الشامل اللي في الحقيقة يعتبر كان مطلب عند القيادة الوطنية، وكذلك كمل لي مطلب عندنا كاملين كمواطنين اللي نعتبره على أن
لا تنمية ولا ازدهار دون الحوار، وهذا شعار قبل رئيس الجمهورية من إبان توليها المهام وبشعار الحوار ومد يد العون وطلب الحوار مع الناس كاملة. والسنة وإحنا في الأغلبية في حزب الاتحاد من الجمهورية نعتبره لأنها ضرورة، وكان ضرورة والحمد لله اليوم هي تحققت. فيما يتعلق بالسؤال اللي يتعلق بالورشة، أنا شاركت في ورشة الإصلاحات الدستورية، وفي الحقيقة كانت ورشة شاركت فيها ناس كاملة اللي في الحقيقة تمثل أهم من والله ذا اللي كانت تتحرى الناس تسول عنه، خاصة الإصلاحات الدستورية ناقشت عدة نقاط، منها مثلا استحداث نائب الرئيس، ومنها تلمس بالمادة 26، ومنها قضية وسيط الجمهورية، ومنها قضية المجلس الأعلى الإسلامي ومجلس الفتوى، ومنها قضية تشكيلة المجلس الدستوري وتمثيل الولايات في البرلمان، وبعض النقاط اللي تعتبر جوهرية ومهمة في المسار السياسي اللي في الحقيقة نعتبره. ومن بما في ذلك عن فهم مطالب بن 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 تعديل الدستور، اياك نعود يواكب متطلبات عصر اليوم، والله يعود يواكب ذا اللي تطمح له طموحات الشعب الموريتاني كامل. ومن المبارح احنا بعد انا نقول على ان موريتاني دستورها وعدل 91 وامتس 2006 و2011، وعلى ان قاعد اعمل المس بالدستوري لعاد فم يا الله عندي اني لا مانع من يعود الدستور قد يبدل كامل قاعد انتو عدل موريتاني وعدل الدستور الجديد، يعود الشعب الموريتاني على طموحاته اليوم تتماشى مع 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 الدستور الجديد. وهذا الحق مره على انه مره نحن كنا قبل قليل نتابع عنصر صوتي من اعداد الزميل عبد الله الزبير، كان تحديدا عن يعني النتائج المتوخاة من هذا الحوار الوطني، وايضا عن غياب طيف سياسي وازن عن هذا الحوار الوطني. تحديدا هذه الورشة ينظر إليها بالكثير من الريبة من جانب المقاطعين للحوار الوطني، ويعتقدون بأنها ترسيخ وتأسيس لمبدأ تغيير الدستور إلى مأمورية ثالثة للرئيس. هل وصلتكم في هذه الورشة بعض هذه الهتافات وبعض هذه الأصوات؟ نعم، بالنسبة للمقاطعين للحوار من المبارك ندعيهم للالتحاق بالركب الموريتاني بصفة عامة ويلا يشارك في الحوار، حتى انه لو خلقت مخرجات الحوار مازالوا بده يستفادوا منها باللي لا تعود مخرجات عامه تجمع شمل الموريتاني كامل. في الحقيقه كانت فما طالب اللي يمتس ذا اللي ينقال المأموريه الثالثه، وانا بالنسبه لي ان الشعب الموريتاني اللي فاصل فيه ما هو تحديد المأموريات، فاصل فيه اشخاص يعودوا يقدوا يعدلوا الشيء، يعملوا في مأموريه يعملوا في 20 مأموريه، وبالتالي يلا عود التقييم هون اللي يلا يعود يعدل، يلا عود التقييم الانجازات اللي عدت هو حد لين يعدل الشيء، وفي منضى والله ثنتين والله ثلاثة والله أربعة والله خمسة، هذا الشعب يدور قليل يعود قاع لا يعدل شيء، ما هو معدل شيء في منضى واحدة يقعد قاع ما يوفيها باللي احنا في العمان الماضيين هنا قريب في العهد القريب الرئيس الجمهورية رئيس منتخب وفهم واحدين قالوا بوجهة نظرهم ينظروا انه ما عدل شيء ويطالبوا رحيله ما وفى منضى. يعني هذا هم اللي ننظروا نظرة الأخرى على الموريتاني بدأت مسار الإصلاح والتغيير البناء من جديد، وبالتالي منضى واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة ما يلا يكفى. ثانيا مولي تغيير المأمورية يلا يعود انه مثلا ما يعود مثلا ما هو رد هو دستور موريتاني ومعدل الشعب الموريتاني الين يعود مطلب عند الأغلبية الشعب الموريتاني انه يتغير يلا لا يتغير. ثانيا مولي يلا يعود عندنا واللي يلا يعود عندنا على ان المأمورية يلا تعود كيف قد تحدد من خلال الانجازات، ما تحدد يعني من خلال فترة زمنية، احنا هو بالنسبة لنا مطين ولا ثلاثة اللي الانجازات انا اللي جاي من الداخل وعمده في الداخل عندي بليدات الحمد لله حاولوا اليوم موريتاني وعادت موريتاني عادوا يعرفوا موريتاني اللي قبلكم مساره مسار الاصلاح والتغيير. شكرا جزيلا لكم سيد محمد والعبيد طبعا على الحضور والاجابه على الاسئله هنا في استديو هذه النشره الاخباريه من قناه الوطنيه. نشرتنا متواصله مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نظم عدد من أعضاء ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحرطين مساء اليوم مؤتمرا صحفيا للتعليق على الأسباب الكامنة وراء غياب الميثاق عن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقه النظام الحاكم مع بعض أحزاب المعارضة. اعتبر منسق الميثاق على مستوى ولاية نواكشوط الغربية أن غياب الميثاق غير مبرر، لأن الحوار هو الذي يمكن للشعوب يمكن للشعوب التعارف والتفاهم من خلاله وطرح ونقاش مشاكلها العالقة، مؤكدا دخولهم في الحوار بغية طرح آرائهم ومطالبهم والتي من ضمنها تمديد فترة الحوار حتى يلتحقوا بركب المحاورين على حد تعبيره. وبهذه المناسبة في غياب الميثاق عن هذا الحوار قررنا على أن نشاركوا في الحوار بوصفنا أعضاء في المجلس الوطني لميثاق الحراطين، وأنا بصفة خاصة منسق الولاية الغربية من ولاية نواكشوط، وجينا هون باطل لأن علموا علينا مشاركين في الحوار، ولأن الأيام المتبقية منه لأن نطرحوا فيها أفكارنا، ولأن نطلبوا مولي علينا ممدد لنا يومين ثلاثة لأن نلحقوا باللي فاتنا منه. كان المؤتمر الصحفي قراءة لبيان صادر عن الجماعة أعربت فيه عن الأسباب الكامنة وراء غيابها عن الحوار الذي يعتبر سنة حميدة يجب الدخول فيها على حد وصفهم. وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأن الأمور مهما بلغت مرتها الحوار ومتابعة لما يجري في الساحة الوطنية هذه الأيام من حوار وطني شامل حضرته كل المكونات الوطنية الراديكالية والمعتدلة، وعليه فإن غياب الميثاق عن هكذا حوار يبقى وصمة عار في جبين النظام وتنفيذ أجندة خارجية ربما تنهيها جهات في المعارضة هدفها هو أن تبقى هناك مشكلة. عقدت الحكومة الموريتانية بالقصر الرئاسي اجتماعها الأسبوعي الأول بعد انطلاقة الحوار الوطني الشامل والذي تجري فعالياته هذه الأيام بقصر المؤتمرات. وعقب الاجتماع الحكومي عقد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة صحبة وزير الصحة ووزيرة الزراعة علقوا على أهم نتائج اجتماع الحكومة. تعليق الوزراء مع زميل محمد بلال. اجتماع الحكومة الموريتانية الاعتيادي نهاية الأسبوع يلتئم في القصر الرمادي لمعالجة حزمة من القضايا والمشاريع والقوانين بعيدا عن ضجيج الحوار والمتحاورين. كان عنوانه القضايا الثقافية كالصحة والبيئة كما عبر الناطق باسم الحكومة. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 4 محرم 1438 للهجرة الموافق 6 أكتوبر 2016 ميلادي تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، نذكر منها مشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية، بيان يتعلق بتطوير وتنمية شعبة الخضروات، مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث والثقافة. فهم الصورة وشرح مضامينها. كانت القضايا محورية وزارية من بوابة الصحة الاجتماعية، إذ كان حديث البروفيسور الخبير غاية في الأهمية عن المعالجات الاجتماعية. سابق العرس لابد هو ما يمنع حد يمشي عند البحث يعرف كان هذا في شيء ولا الاخر في شيء اللي فيه فائده حمايه الاسره. وقت اللي حد يعدل البحث سابق العرس ما معناه انني يعرف واحد كان في شيء لا يمنع العرس الا لا يكون يوجههم ذاك اللي يحموهم من لا يجي في المستقبل، يحمي ذاك اللي ما فيه ذاك اللي ما يعدي الاخر. وحتى تكتمل الصورة بأبعادها الثقافية والاجتماعية لابد من وجود بيئة حقيقية مبرمجة في خطة إصلاحية.
تعرضنا في البيان لكون بلادنا فيه مناطق بيئية مختلفة تتوفر، إذا كانت في تتوفر فيها المياه ما في أي منطقة من مناطق ما يكون تحصل فيها زراعة الخضروات. عندنا مناطق مروية، مناطق شبه حضرية كيف نواقشط عواصم الولايات، ومناطق واحاتية ومناطق فيضية. هون البرنامج اللي عند القطاع برك في البيان عرضناه عن اللي نعدلوا على المدين القصير والمتوسط تنمية لهذه شعبة الخضروات، وذلك من خلال في الوقت الحاضر ما عندنا إحصائيات أكيدة عن المساحات المزروعة بالخضروات ولا عن مردودية اللي متوقعة من هذه المساحة. عدنا تقدير مع المنظمات المهنية لمنتج الخضروات على مستوى مناطق الإنتاج الكبرى للخضروات في البلد، ومكنتنا عن نعدلوا تقدير مساحة هي الهدف عندنا في الحملة القادمة إن شاء الله. كالعادة ينتهي التعليق على المجلس الوزاري دون الغوص في شرح مضامين مخرجاته التي تنتظر وزاري آخر. وغير بعيد عن القصر الرئاسي، تظاهر صباح اليوم عدد من متقاعدي الجيش الوطني والحرس الموريتاني أمام القصر الرئاسي مطالبين بإعادتهم إلى شركة الأمن العمومي التي تم فصلهم منها بصفة غير لائقة حسب قولهم. ووجه المتظاهرون نداء استغاثة للرئيس محمد بن عبد العزيز وكافة أطر الحكومة بالتدخل العاجل بغية حل مشاكلهم، مؤكدين أنهم أصبحوا بلا مأوى ولا عمل بعدما تم إقصاؤهم على حساب بعض الأشخاص الآخرين حسب تعبيرهم. داب الصف سامي متقاعد من الحرس الوطني بمجموعة تضم 122 عسكري بين القوات المسلحة والقوات الأمن. جاءنا مظلمة منذ فاتح إبريل 2016 الشركة الذي اختار فخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تسمى ام اس بي، ومخصصة كانت المتقاعدين إياك اندمجوا في حياته الاجتماعية والاقتصادية، وفصلوا بأسباب أعلن فيه مداج وفيه مازال أشخاص يشتغلوا بس إنهم أقدم من السن هاولي وفصلوا. ونرى أعلن القضية ما هي أخلاقية، فيها شبه عنصرية. واليوم طالبين من مولانا ورسول وجماعة الشعب الموريتاني وفخامة رئيس الجمهورية الذي أسس هذه الشركة مطلع 2012 أعلن ورد عنا الظلم 122 شخص من أبناء موريتانيا ضباط وضباط صف وجنود دافعوا عن هذا البلد في السراء والدراء صبحوا بدون مأوى هم وأسرهم. في السياق ذاته دائما احتج عدد من الشباب الموريتانيين من حملة الشهادات صباح اليوم في وقفة احتجاجية نظموها في باحة القصر الرئاسي احتجاجا منهم على سياسة الاكتتاب في المسابقات الوطنية. وحمل المتظاهرون تطالب بإعادة النظر في طرق الاكتتاب والتسجيل داخل المسابقات الوطنية، معددين جملة من المطالب يريدون النظر فيها من قبل الرئيس والسلطات المسؤولة. نحن مجموعة من حملة الشهادات لعاطلين عن العمل، طالبين من الحكومة خاصة الرئيس رئيسنا محمد العبد العزيز بما أنه رئيس للشباب وعاضل الأولوية للشباب، يعتبرنا احنا من الشباب ويدخلنا في مشاريعنا ويدخلنا في حال أزمتنا هذه. عندنا مجموعة مطالب، ندوروا الإدارة تفتح لنا مجال خاص لاكتتابنا وتزيد لنا نسبة المقاعد المولي، وندوروا تساوي الفرص بين ليسانسيا وبين ماتريز، وندوروا ثانيا فتح مجال ليسانسيا لتسجيل ماستر لجميع حملة الشهادات ليسانسيا في القانون. متم على فتح الفرص وتساويها بين حملة الشهادات في مسابقات التشغيل وزيادة عدد المقاعد الممنوحة للمتسابقين حسب وصفهم. جينا هنا من أجل مطالب محددة، أولا رفع هذا الشرط 5 سنوات اللي مطروح في مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة، ندوره يلغوا عنا هذا الشرط. الشرط الثاني المطلب الثاني ندورهم يرفعوا لنا عدد المقاعد، لأن حقيقة 60 100
100 فرصة غير كافية، وهي لها 4 سنوات ما اكتتبت. الناس لها 4 سنوات و5 تنتظر مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة، إلى حد ساعة ما اكتتبوا أي إنسان. اكتتبوا السنة الماضية والسنة قبل الماضية 100 من أصحاب أصحاب الاحتياجات الخاصة. لما طلبنا الثالث أنهم يطبقوا القانون 041 الصادر سنة 2010 المنظم للتعليم العالي، والذي ينص على أن الشهادات المعترف بها جامعيا هي الليسانس والماستر والدكتوراه، وبالتالي المطالب أن يعتمدوا في أي مسابقة على هذه الشهادات. وفي إطار الاحتجاجات دائما تظاهر زوال اليوم عدد من العمال المفصولين من شركة النقل العمومية صحبة تجمع ما يعرف بشباب خطوة من أجل التشغيل، تزامنا مع الوقفات السابقة. زميل العلي مسعود لديها المزيد. على غرار سلسلة الوقفات الاحتجاجية، نظم الشباب المنضوي تحت شعار خطوة من أجل التشغيل وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي للمطالبة بالاكتتاب بعد التكوين، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بإنصافهم ومنحهم فرص عمل. وقفة من ضمن وقفات كنا نقوم بها من أجل دمجنا واكتتابنا في هذه القطاعات اللي هي أمس في أمس الحاجة لنا، ولحد الآن ما فتنا أجبرنا أي تجاوب من لدى السلطات العمومية، لا على مستوى الوزارة الأولى ولا على مستوى ولا على أي مستوى. وغير بعيد عن هذا، تظاهر عمال شركة النقل العمومية المفصولين عن العمل مشيرين إلى أنه قرار تعسفي الذي فصلهم من عملهم، مطالبين رئيس الجمهورية التدخل لحل مشكلتهم والنظر إلى قضيتهم وتسويتها. وعندنا سلسلة وقفات فتنا عدنا قدر منهم قدام الوزارة الأولى وقدام الشركة، وفتنا عدنا وقفات وسبقا هون قدام الرئاسة، وجايين نطالبوا من اجل النظر في وضعيتنا ورجعنا لحقوقنا. واللي الوقفات نعدوا سلميه، ما فيها شيء خاسر، ولا انا دايرين نكبوا لحد مويها ولا نعدوا له شيء خاسر. الهدف الاساسي عندنا حل مشكلتنا النظر فيها. رئيس الجمهوريه يعرف علينا من الفقراء ذي 200 رقاش اللي هي 2000 رقاش مقصيه ومحيوز عليها ومنقزه تنقاز في شهر المحرم لما ينظن. وبين هذا وذاك تبقى سلسلة الاحتجاجات هذه متواصلة إلى أجل غير مسمى حتى تأخذ الجهات المعنية مشراها. العالية مسعود، الوطنية. اختتمت صباح اليوم بالعاصمة نواكشوط فعالية القوافل التحسيسية حول خطر المواد العضوية الثابتة والمنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الشركاء العاملين في هذا المجال. وقد أشاد المتدخلون بالدور الكبير الذي لعبته القوافل التحسيسية حول خطورة المواد العضوية الثابتة وتبيان ضررها على البيئة، مشيدين بالدور الكبير الذي لعبه الشركاء ووزارة البيئة وبعض منظمات المجتمع المدني، مشددين على ضرورة العمل والتحسيس حول مخاطر كل ما من شأنه أن يؤثر على البيئة والمناخ في هذا البلد. هذه المناسبة السعيدة وهي اختتام فعاليات القوافل التحسيسية التي تعكف عليها هذه المنظمة حول خطورة المواد العضوية الثابتة المعروفة اختصارا بPOPs. لا يخفى عليكم خطورة هذه المواد الكيماوية على الإنسان وعلى البيئة، وارتأت هذه المنظمة أن تلقي على أن تتخذ على عاتقها أهمية التحسيس بخطورة هذه المواد. والوزارة المكلفة بالبيئة ممثلة في إدارة التلوث والطوارئ البيئية واكبت منذ البداية فعاليات هذه الأنشطة، وهذا يدخل في إطار التزامات الدولة الموريتانية التي وقعت على الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة، وخاصة ما يتعلق منها بالمواد الكيماوية وهي اتفاقية ستوكهولم. وإلى ولاية الترارزة وتحديدا مقاطعة تركيز، حيث أصبحت القمامة تنتشر بشكل واسع داخل أزقة وطرق المقاطعة، الأمر الذي ولد قلقا كبيرا لدى السكان هناك. سيدي محمد والمحمد والمحمد مبارك زار مقاطعة تركيز وعاد لنا بالتقرير التالي.
تستنشق مقاطعة تركيز روائح القمامة الضاربة في القدم التي باتت حديث الساكنة وهمومهم، فهي مأسل الأمراض الفتاكة والحشرات الضارة، وهي العامل الرئيسي المخل بوجه البلدية حسب مراقبين. مدينة تركيز تعاني من انقلاب النفايات والأوساخ، وهذا يدل على شيء بينما يدل على غياب المجموعة الحضرية في مدينة تركيز وغياب دور البلدية. تفاقم في القمامات وتجاهل من طرف الجهات المعنية، أشياء من بين أخرى أضحت مشكلة عويصة تؤرق كل شخص من سكان البلدية. فبعد أن باتت القمامة تحاصر كل الأماكن هناك، لم يبقى بيد الساكنة سوى تجديد الطلب لسلطات البلدية للحد منها. نشكو من هذه الأوساخ القمامات التي أصبحت تحاصر كل محل وكل مؤسسة، حتى المباني العمومية والمدارس، والآن نشكو ونطالب الجهات المعنية للتدخل في أسرع وقت لحل هذه المشكلة التي بحقها كل الساكنة متضررين منها. يبقى سكان بلدية تركيز بعد أن أثقلت القمامة كاهلها في ترقب لمن يحن إلى مقاطعتهم الحبيبة ويغير من نهجها لتقف مع غيرها على رجل المساواة. إلى كل منكب من مناكب هذه البلدية اسبكرت قمامتها بشكل ولد امتعاضا لدى جل الساكنة هنا، فهل يا ترى سيكون من حد لانتشار هذه القمامة، أم أنها في المستقبل القريب ستنفو الأنوفو بعد أن طمست على العيون؟ سيدي محمد مبارك، الوطنية. ونتحول بكم الآن مشاهدين الكرام إلى صفحة الأنباء الدولية، معنا سيد أحمد. أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات ومدفعية إسرائيلية نفذت سلسلة من الغازات والقصف على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع اتجاه البلدات الإسرائيلية. عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في مجلس الأمن الدولي إصدار بيان يدين استهداف الإرهابيين للسفارة الروسية في دمشق بقذائف الهاون. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته أمام مجلس الدوما في جلسته الأولى للدورة السابعة أن قوة روسيا تكمن في مقدرتها الداخلية ووحدتها، نافيا وجود نية لدى موسكو لفرض رأيها على الآخرين. تواجه المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في مناظرة حامية تعارضت فيها أفكارهما ورؤيتهما، وشكلت لملايين الأمريكيين الفرصة الأولى للتعرف إليهما والحكم على أهليتهما للمنصب. إلى هنا نضع نقطة نهاية على مسائيتنا الإخبارية، عود على بدء وتذكير أبرز ما جاء فيها من أنباء. ورشات الحوار الوطني تتواصل، والحزب الحاكم يقدم وثيقة جديدة للمتحاورين. الناطق الرسمي باسم الحكومة يقول بأن الحوار ما زال مفتوحا أمام الراغبين بالالتحاق به وطرح مقترحاتهم. عدد من أعضاء ميثاق حقوق الأحراطين يقرر الدخول في الحوار ويطالب بتمديد فترته الزمنية. الوقفات الاحتجاجية تتزامن مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة بين المطالبة بالتشغيل وإعادة النظر في طرق الاكتتاب. اختتام القوافل التحسيسية حول خطورة المواد العضوية الثابتة، والمشرفون يشيدون بدور القوافل. في مسائيتنا تابعتم أيضا انتشار القمامة في الأزقة والطرق، شبح يورق سكان مقاطعة تركيز.
الوثيقة الصادرة عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والتي سلمت إلى المتحاورين اليوم بقصر المؤتمرات هي العنوان الأبرز في مسائيتنا الإخبارية، وهي الحدث الأبرز الذي سيتناوله الزميل الشيخ المهدي نجارة في برنامج الحدث الأبرز مع ضيفه محمد البربص بعد قليل. إلى ذلك إلى أن نلتقيكم في موعد إخباري آخر، دمتم بأمان الله.